ده باعترافاتهم، فقرة تحت شعار باعترافاتهم. احنا مش هنقول حاجة، مش هنتكلم كتير، انما هتشوفوا كل واحد كان ايه موقفه وبقى ايه موقفه. في مواقف ممكن تكون نسبية، انما في مواقف لا تقبل ابدا النسبية لانها كانت وجهات نظر في مبادئ عامة. الفقرة دي بمثابة كشف حساب لناس كتير قوي. يعني لو خد بالك الثابت ثابت، مفيش تغير في الثابت اللي كانوا بيتعاملوا معاه. نطلع نشوف اول فيديوهات فقرتنا النهاردة والكابتن خالد الغندور ونرجع تاني. تخيلوا يا جماعة، وانا اقولك اول مرة، رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك بيكلم رئيسة القناة وبيكلم صاحبة القناة هنا وبيكلم رئيس القناة، بيقول خالد الغندور بيقبض من ممدوح عباس وهاني. يعني انت وصلت للمرحلة ان ما بني ادم يختلف معاك عايز تشوهه وتشوهه في شرفه وانت عارف كويس قوي مين خالد الغندور، وعارف كويس قوي ان هو انضف من اي حد، انضف من اي حد. لو سمحتم تقدموا باستقالتكم من مجلس الاداره بالكامل، وادوا الفرصه لناس تانية. لو انت شايف ان نادي الزمالك هينهار بعد رحيلك، الزمالك بينهار وانت موجود اهو، الزمالك بينهار وانت موجود اهو. لو انت شايف ان الدوله ضدك، ضدك انت شخصيا، والناس بتحاربك، خلاص استقيل وحاربهم وانت بره، انت عضو في مجلس النواب، حاربهم بره نادي الزمالك. ودفعت الثمن كمان عشان خاطر مرتضى منصور اللي هو بيحاول يشوهني دلوقتي، ان ما كانش في حد في مصر يدخله غيري، ورغم كده اما تختلف معاه يحاول يشوهك. هو انت كده ربنا هيكرمك؟ هو انت كده ربنا هيكرمك؟ هو انت كده اما تختلف مع بني ادم تشوهه وانت عارف انه نظيف؟ هو انت كده ربنا هيكرمك؟ هو انت كده ربنا هيكرمك؟ هو ده، هو ده خالد الغندور اللي انتوا سمعتوه، ده هو خالد الغندور، بس وقت ما كان خارج قناه نادي الزمالك وبيتكلم على فكره ايه؟ هو انت اي حد يختلف معاك تشوهه؟ ده انا اللي كنت الوحيد في مصر اللي بدخلك، تستاهل احسن، تستاهل. شفت شواك ازاي بمجرد ما اختلفت معاه؟ الغريب بقى ان برغم اللي انت بتشوف الخلافات دي وانك انكويت من فكره الاختلاف وفكره التشويه، دلوقتي ده كابتن خالد الغندور يا فارس، ده اي اول وقع لي كابتن خالد الغندور لما كان بيقول للي بيتجاوز ربنا مش هيكرمه. طيب كابتن خالد الغندور اللي ربنا يكرمه كان بيقول ايه برضه؟ كرمه يا رب. نطلع ونسمع. مش هاني عتال لانه كتب في الوطن ان هو ديكتاتور وان هو بلطجي وان احمد جلال ابراهيم معرفش ايه وان هاني زاده ايه وكده، لكن في نفس الوقت المستشار قال على هاني ان هو مزور وابوه مزور وتاجر مخدرات. ده كلام حلو يعني، ده كلام ما يتقال جميل ما فيهوش مشكله، يعني ابوه تاجر مخدرات وهو مزور ومزور 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 وكلام من هذا القبيل، ده عادي يعني، ده يتحمله العيله والاسره واي اسره والاولاد والزوجه عادي مفيش مشكله، لكن لو كتب حاجه في الوطن ما ينفعش اقعد معاه. واسر غيرك يا كابتن خالد، وزوجات غيرك يا كابتن خالد، الناس اللي كل يوم بتطلع تسمع نفس الاساءات اللي انت كنت شايف ان اسرهم ماذيه بسببها، بقت عادي دلوقتي بقيت اعمل نفسي بلعب في السماعه شويه، بكتب في الورق شويتين، بضحك ثلاث شويات، وبقى ده المبدأ، بقى ده المبدأ. صدقني لما انت بتروح وبتقف مع نفسك انت اكتر واحد لازم تحاسب نفسك في حالة واحدة، لو كلامك الاولاني ده ما كانش برضو لغرض شخصي او لهوى شخصي، هتزعل كتير جدا من نفسك، لان اي انسان هيشوف نفسه كان بيتكلم بالمبادئ دي وحاطط المعيار ده لا يمكن يبقى نفس الشخص يقعد يقبل اساءات لا يمكن ان اي حد يقبلها ويبقى سعيد بيها، بالعكس ده بيروج ليها، بيروج ليها وقاعد عادي جدا وكمان بيبرر وبيدافع. ده مش بس اللي عندنا، لا لسه كمان في حاجات تانية وتصريحات تانية من كابتن خالد نسمعها برضو عشان نحكم. تفتكر البني آدم اللي بيغلط او بيشتم ده بيهين اللي شتمه ولا بيهين نفسه؟ تاني حاجة، منشار مرتضى منصور كان بيخش معايا للأسف وبيغلط في ناس كتير جدا 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 جدا، وكان في الآخر الناس بتلومني أنا. طب هو ما كانش بيحس نفس الإحساس
اللي الناس اللي هو بيغلط فيهم يتضايقوا، مفيش انسان فوق النقد. عايز ايه؟ وانا طبعا لا اقبل هذه الالفاظ اللي هو قالها، لكن انا اكبر بكتير قوي من انا ارد على هذا الكلام. يا استاذ احمد اللي كان عند حضرتك يا استاذ احمد ما اعرفش اسمه ايه، ما ينفعش رئيس النادي يطلع يقول انت يالا، انت اهبل يالا، انت عبيط. ما ينفعش، مش رئيس نادي الزمالك اللي يقول كده. ده رئيس، هو بيقول ان هو رئيس محكمه، هل يقبل؟ كان في يوم من الايام رئيس محكمه وهو رجل قانون، هل يقبل وهو عضو مجلس نواب وهو رئيس نادي الزمالك، هل يقبل ان انت يالا، انت عبيط يالا، انت اهبل ولا ايه؟ عيب الكلام ده. طب لو هو يقبل، انت بتقول انا الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، ازاي انت قابل تسمع التجاوزات دي؟ ده رقم واحد. ده رقم اتنين، انت بتتكلم وبتقول انا اكبر من ان ارد. لما بتحصل تجاوزات في حق مجلس اداره النادي الاهلي، بتطلع تاني يوم المكالمه بتقول هي الناس مش بترد ليه؟ مش هو بيقول حاجات؟ طب ما ترد ليه يا كابتن خالد؟ انت شايف ان انت اكبر من ان انت ترد، وكمان مش شايف ان اقل، مش عايز اقول اقل، ان اصغر عضو في مجلس اداره سنا وليس مقاما يكون هو المطالب بالرد؟ لا، ما بنردش بالطريقه ده يا كابتن خالد، ولكن لازم تكون موحد المعيار وفاهم كويس قوي الكلام اللي انت بتردده. لو انت اكبر من انك ترد، فاحنا عندنا اكبر بكتير جدا جدا من فكره ان هم يردوا باساليب مختلفه. احنا عندنا بنلجا للقانون وللقضاء. في سؤال مهم جدا يعني، هو اللي اتغير وجهه نظر ولا مبدا؟ احيانا انا اختلف مع اي حد على وجهه النظر، يعني قرار خده رئيس النادي غلط، بيبقى عندك اختلاف ان الرأي ده غلط او القرار ده مش هو الامثل، ولكن المبادئ ما فيهاش اختلاف. لو انا شخص رافض ان ابقى قاعد وسامع تجاوزات اخلاقية، هفضل رافضها طول عمري. بالزبط. لو غيرت يبقى انا عندي مشكلة من جوه، لو غيرت يبقى انا عندي مشكلة من جوه. طيب كمان من الحاجات اللي هي مبادئ، تعالوا نشوف كان شايف الاوضاع داخل نادي الزمالك ازاي على مسار ناس هو حالياً لا يجرؤ ان هو يقول عليهم نفس الكلام. نطلع ونسمع الفيديو. يعني انت بتلقي الاتهامات على الناس كلها. اهدر الكلام خالص، انا مساحه. لا انت يبقى طب ما في ناس بتاخد عمولات في النادي يا سياده المستشار. كان في ناس بتاخد عمولات في النادي على لسان كابتن خالد الغندور. هذه الفقره كشف حساب على لسان افرادها اللي بيحاسبوا نفسهم. يا كابتن خالد، انت كلامك واضح، بتقول للناس ان في عمولات في نادي الزمالك كان ناس بتاخدها. سؤالين، لو انت كلامك صح، فين الناس اللي خدت وايه موقفهم والوضع عامل ازاي؟ لو انت كنت بتقول كلام مرسل، طيب انت بتقول كلام مرسل وكان بيتم الاساءة ليك، كنت ليه بتقول الكلام المرسل ده وبطلت تقوله ليه دلوقتي؟ الفقرة دي انت محتاج، سيبك مننا وسيبك من قناة النادي الاهلي وسيبك من الخلافات وسيبك من يافطة نادي القرن عشان تبقى بطل قومي، كل ده احنا فاهمينه وهرسينه وحافظينه. اقعد مع نفسك اتفرج على الفقرة دي، واقعد راجع نفسك وتعامل ان انت قاعد بميزان اخلاقي مع نفسك. لو بعد الفقرة دي انت راضي عن نفسك كمل. لا، الاهم من كل ده ان ما في عمولات داخل نادي الزمالك بس ساكتين، وبتتكلم عن فكره الحياد. انت وقتها كنت بتشتغل اعلامي في قناه محايده، يعني لازم لو شايف هنا غلط تقول في هنا غلط، شايف هنا غلط تقول هنا غلط، ولكن ربما انت في بعض الاحيان بتخاف تقول ان في هنا غلط، لان انت عارف جريمه اللي بيتم او اللي بيتجرأ وينتقد اي حد في منظومه نادي الزمالك. نشوف كان رايك ايه في رئيس نادي الزمالك وفكره النقد. أنا إعلامي ومن حقي إن أنا أسأل، ومن حق اللي بيخش على التليفون إنه يجاوب، خصوصا لما يكون شيء يهم ملايين من الجماهير في قيمة جماهير نادي الزمالك. كالعادة محاولة ومحاولات مستمرة من التطاول على رموز نادي الزمالك ولعيبة عرقت وتعبت داخل نادي الزمالك من قبل رئيس نادي الزمالك، لأنه لا يقبل النقد، لا يقبل الاختلاف. لو أنت مش معاه تبقى عدوه، لو أنت مش معاه تبقى ضده. لو أنت مش معاه
تبقى عدوه، فانت عشان تسلم من انك تبقى عدوه فقمت رايح معاه برغم ان اللي معاه ده انت كنت بتعترض تماما على الموجودين في الصوره دي، لكن انت اخترت تروح الصوره دي عشان ما تبقاش عدوه، اخترت تروح اللي انت قلت بلسانك ان هو بيهين رموز نادي الزمالك وما بيقبلش اي نقد، واللي بيجرؤ بس فقط ان هو ينتقده بيخش في سكه العداوه وبيتم التشويه في سمعته وفي تاريخه كرمز من رموز نادي الزمالك، فانت تقريبا خفت تبقى العدو فرحت في الجانب اللي انت مش وافق عليه. لا، هو تقريبا فهم اللعبه وتقريبا فهم الحدوته. بصوا للتسلسل والتغير هتفهموا انه فهم اللعبه بجداره. الفيديو الجاي اسمعه بعد ما يخلص، ادي نفسك درجه من 10، وصلت لكام من 10 من اللي انت كنت بتقوله في الفيديو؟ نطلع ونسمع الفيديو. احنا مش تلامذه، كل واحد بيبحث عن مصلحته. سيبك بقى من الكيان والزملكاوية والمعرفش ايه والقصة دي، لا، هو البني آدم نادي زمالك ومجلس ادارته بيدعم اللي عايز يدعمه عشان مصلحته. اما انا اكون خالد غندور اكبر زملكاوي وكابتن نادي زمالك و17 بطولة، اما زمالك ياخد بطولات اللعيبة ممنوعة، الكاميرا ممنوعة، ليه؟ هو في ايه؟ مفيش حد يحطني تحت باطه، اقسم بالله العلي العظيم، وانا بحلف اقسم بالله العلي العظيم، انا يعني بص على قد حبي وانتمائي لنادي الزمالك، لكن عرفت شخصيات فعلا ما تحبش غير نفسها، وانا ولا عمري هبقى عصفوره، ولا عمري هبقى تحت بطاط حد، ولا عمري هبقى تحت طوع حد. ده برنامجنا، ده برنامجي، ده برنامجك، احنا اللي بنقود البرنامج، احنا بنقول الاعداد يعمل ايه، الضيف مين، زي ما رئيس نادي الزمالك من حقه يتخذ القرارات، مش عايز حد ينتقده، مش عايز حد يتكلم عليه، مش عايز حد يقول عليه نص كلمة، لكن هو يتكلم على مصر كلها. لو في حد انتقده، لا محدش ينتقدني. وصلت لكم من 10؟ 2. وصلت لكم من 10؟ ده كده لسه 2؟ اه. انت تهيؤاتك وتخيلاتك اصعب من تفكيري عنه بكتير جدا. حاسب نفسك واسأل نفسك على الفيديو ده، كان عندك توجه قلت عمرك ما هتشوف نفسك فيه، شفت نفسك فيه ولا لا؟ لا، واقسم بالله ان هو لا يكون عصفوره لا لحد. ده كفرت اليمين ولازم يدخل بعد الحلقه يشوفها بالظبط، ولا تحت باط حد، والنقد والتطول لمصر كلها. وبالمناسبه يا جماعه، دي مش حلقه واحده، الا الناس بس تفكر ان ده كان موقف في يوم كان فيه كابتن خالد غندور منفعل فطلع فاحنا جبنا لهم الحلقه دي، لا، ده ما ده مشاوير، ده بينهم فترات زمنيه متباعده. تعالوا نشوف تاني. عايز اقول بس المستشار كلمه واحده، اللي بيفضح مؤمن ربنا بيفضحه يوم القيامة، اللي بيفضح بني آدم على الهواء مباشرة ربنا بيفضحه يوم القيامة. احنا بنفضح ليه؟ بنخش في حاجات شخصية، ده معرفش ايه، ده بخيل، ده معاه فلوس، ده ما دفعش، ده عمل، ده سوى حاجات، دي ملاش علاقة بالإعلام، ملاش علاقة بالرياضة، ملاش علاقة بالكورة. اتمنع وانع واحنا تلامذة، اقسم بالله العلي العظيم، رئيس نادي الزمالك ولا بيتحمل نقد بناء ولا مش بناء، هو مش عايز اي حد ينقده ولا اي حد يقول كلمه يعني تكون عكس اتجاهاته. مش راح مجال ابراهيم قال الراجل ده اتكلم علينا، اتكلم علينا وحش في الاعلام المرئي والمسموع المقروء. طب يا استاذ المستشار احمد جلال ابراهيم، هو المستشار مرتضى ما اتكلمش على مصر كلها وحش؟ ما اتكلمش عليا وحش، وما اتكلمش عليك وحش، وما اتكلمش على جلال ابراهيم ابوك وحش الله المستشار جلال ابراهيم، وما اتكلمش على احمد سليمان وحش، وما اتكلمش على علي العتالي وحش، وما اتكلمش على عبد الله جورج وحش وبعد كده بقى عبد الله كويس دلوقتي، وما اتكلمش على حازم امام وحش، وما اتكلمش على حلمي زموره وحش، وما اتكلمش على هشام ياكن وحش، وما اتكلمش على ناس كتير وحش يعني، والناس اللي معاه في المجلس حتى ما اتكلمش عليهم وحش، وعلاء مقلد تم اقالته 20 مره ورجع تاني يعني، لو علاء مقلد ما اتكلمش وحش، اتكلم على الناس كلها وحش. اللي بيفضح مؤمن ربنا بيفضحه، وهو انت ربنا يكرمك، انت عارف لو كنت كملت يا كابتن خالد في السكه دي كان زمانك دلوقتي في قناه اقرا، وكنت ريحت الامور دي كلها خالص، وما كناش جبنا لك التناقضات دي، وكنت مشيت في سكه تانية مختلفه خالص صالحه ليك وافضل ليك من السكه اللي انت مشيت فيها، لكن انت خدت فكره التجاوزات ورحت بيها. انت شفت هو بيقول انت شتمت مصر كلها، انت ما سبتش حد ما شتمتوش، انت بتتكلم عن حد تدخل في امور شخصيه، انا حسيت تعالى انت اطلع الحلقه بدلنا. يعني انا انت كابتن خالد ما خليتلناش حاجه، وللامانه احنا لاسباب كتير والاعتبارات داخل النادي الاهلي ما عرفناش نعمل زيك. يعني ما عرفناش ندخل في الامور اللي انت دخلت فيها دي، لان في الاخر احنا ظاهرين تحت براند النادي الاهلي. بس ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ ايه العظمه دي؟ ايه المبادئيه دي؟ انا حاسس ان انا بشوف حد يعني مؤسس للاعلام.
روح فين يعني، راح فين كل الكلام ده؟ بس ما كانش ده الاخير. انت ذكرت اللواء علاء مقلد، طبعا كل الاشخاص لها مننا كل الاحترام، احنا ملناش مواقف شخصيه يا جماعه مع حد، النادي الاهلي ما بياخدش مواقف شخصيه مع حد وما بيشوهش حد، احنا بنعرض كلام ناس على ناس، هم اللي مسؤولين عن كلامهم. نطلع ونشوف كان بيقول ايه على اللواء علاء مقلد. مصداقيه يا استاذ احمد، ايه يعني ايه يعني ايه عمال وعلاء مقلد يروحوا يمشوا لغايه احمد عرابي ويا ريس وبعد يعني ايه واحد يخش النادي يخش يعني يعني هو حصلت مسيره مسيره ماشي لغايه الفيلا، ايه ده يعني مش فاهم، وينادوا عليه من الفيلا وانزل، ايه ده مش فاهم يعني، ممنوع من نمره، اول مره اسمعها والله. نمره اتنين، نمره اتنين يعني ايه يا استاذ احمد، اخش اول ما اخش النادي كرئيس كل الـ السماعات تشغل عبد الحليم حافظ اخترناك يا ريس وتعالى يا ريس عبد الحليم ما قالش اخترناك، مش عارف قال ايه، يا ريس الشعب عايزك يا ريس حاجه كده، مش فاكر اغنيه ايه لعبد الحليم يا جماعه، والله العظيم حاجه يعني، معلش انا اسف، وانا مع احترام يعني يعني مع احترامي للمستشار مرتضى منصور يعني، تمام ممكن يعني، طب ما احنا عملنا له اغنيه هنا في استاد نادي النهر ما فيش حاجه يا سيدي يعني، ما فيش مشكله، لكن انا اللي انا هو مين اللي بيشغل، انا اللي بشغل يعني انا يعني مثلا اقول لك حاجه يعني، انا كخالد غندور مثلا لما دخل معانا فرئيس النادي قال لك ايه، الكبير غاب فشوفوا بيحصل ايه يعني، فاهم قصدي، الكبير غاب فبص بيحصل ايه، انا ممكن اقول على نفسي كبير يعني، انا ممكن اقول على نفسي كبير، الناس هي اللي بتقول ان انا كبير ولا مش كبير. والله ما بعد الكلام ده انا مش عارف انت هتقول على نفسك ايه، انت اللي قول بقى. لكن في حاجه غريبه جدا، شفت اعتراضه من حيث المبدا على ان حد شغال معايا او ان انا اللي معينه يفضل يهتف لي؟ اكيد انت شفت الحلقه بتاعت مرتضى مرتضى جوه الاستوديو كانت بالزبط. ايه منغمه يعني، كان فيها لحن كده، بس انا زعلان منه على فكره. ما ينفعش يغلط في اغنيه شهيره الفنان عبد الحليم حافظ يعني، دي مش صحيحه. لا يا كابتن، راجع نفسك حتى في الامور الفنيه، وده الفنان عبد الحليم حافظ. لكن كمان كابتن خالد غندور كان عنده مشكله مش بس مع اللي هو علاء مقلد، احنا طبعا بنقول الكلام على لسانهم، ولكن كان عنده مشكله كمان في كباتنه لما كانوا في كتيبه العمل ومع نادي الزمالك على راسهم الكابتن طارق يحيى. نشوف راي الكابتن خالد غندور في الكابتن طارق يحيى. مرتضى منصور هو مجلس الاداره، مرتضى منصور هو يفعل ما يريد، هو اللي بيتصور مع كل الصفقات الجديده، هو اللي بيجيب اي لعيب، بيمشي اي لعيب، بيجيب المدرب، بيمشي المدرب. فاذا نادي الزمالك مجلس ادارته فقط هو مرتضى منصور، والباقي يعني مجرد موجودين في المجلس، مع احترامي الكامل ليهم. نفس القصه بالنسبه لتغيير المدربين، يعني كل شويه كل ربع ساعه الزمالك بيغير مدرب. السنه دي الزمالك عمل موسم سيء للغايه. امبارح طارق يحيى المدير الفني لنادي الزمالك طالع مع الزميل اسلام الشاطر بيقول كلام خطير جدا، كلام يعني للاسف كلام بيقطع في اوجاستو ايناسيو بعد ما مشي، وراجل عنيد، لعيبه مش بتحبه، ده حتى شيكابالا مش بيحبه، ده انا عنيت معاه، ده انا ده راجل ما بيسمعش كلامي، ده 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 ده, ده. وده مرتضى منصور ده انا عايز يومين بس برج العرب، خلاهم لي اسبوع، والمجلس الاداره عامل كل حاجه. يا جماعه الناس بقت ذكيه، الناس بقت تفهم كل واحد عايز ايه وبيقول ليه وبيقول عشان ايه. يعني هل طارق يحيى اللي بقاله سنوات وسنوات مدير فني يوافق انه يبقى مدرب عام، وعايز الراجل يستريح لك، وهو عارف الراجل عارف ان انت جاي بصلاحيات فنيه وعايز تطفشه عشان تركب مكانه، هو وبعد كده وفعلا الراجل مشي وانت قعدت مكانه، وانت النهارده كنت بتأمل في الفوز عشان تكمل المشوار. كمان الغريبه والعجيبه ان الكابتن طارق يحيى طالع مع اسلام الشاطر امبارح بيقول احنا هنبعت امير مرتضى منصور عشان يتفق مع المدير الفني. طب امير مرتضى مع احترامي ليه يعني شاب طموح مميز، لكن دوره ان هو ابن رئيس نادي الزمالك، وطالما هو ابن رئيس نادي الزمالك هو اللي يروح يتفاوض. طب ليه اشمعنى لو هو ما كانش ابن رئيس نادي الزمالك كان هيروح؟ خلينا نقف عند ثلاث نقط. الاول تهميش لكل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك من على لسان الكابتن التاريخي لنادي الزمالك. رقم اتنين هي فكره كمان كابتنه اللي هو الكابتن طارق يحيى، واتهامه بفكره ان هو رايح عشان يشيل اوناسيو ويركب مكان اوناسيو، وده طبعا
حلوها بقى مع بعض الكابتن طارق يحيى والكابتن خالد غندور النهارده في الاستوديو او بكره او حاجه زي كده. لكن النقطه الثالثه هي فكره الحديث عن امير مرتضى منصور اللي كل دوره ان هو ابن رئيس نادي الزمالك. ده مين اللي بيقوله؟ الكابتن خالد الغندور. هل تجرؤ تقول الكلام ده دلوقتي؟ لا، ده انا في حاجه مستغرب انك فوتها. وكابتن خالد الغندور بيقول الناس بقت ذكيه، الناس بقت فاهمه، بقت بتعرف كويس قوي الكلام بيتقال كده ليه. الناس بقت ذكيه، الناس بقت فاهمه، بقت عارفه الكلام بيتقال كده ليه. اعتقد لو الناس ذكيه الرساله وصلت. نشوف الفيديو اللي بعد كده وكابتن خالد الغندور بيواصل اراءه اللي كانت مبادئيه جدا وجريئه جدا. دودو كتاب عطل مرتضى منصور ان كل الناس اللي حوالين الاداره Se disser que isto é uma Coca-Cola, toda a gente diz que sim. Porque todos têm medo. Têm medo de perder um emprego. Eu não tenho medo de perder emprego nenhum. Falat menina Captain Khaled El Ghandour e طلعت الكولا والبيبس. بس خد بالك ايناسيو متبني نفس وجهه نظر الكابتن خالد. لا، ده ايناسيو بيقول لك اللي اتقال كذا هيتقال كذا، وعنده فلسفه غريبه جدا. ايناسيو جه راجل ما خدش وقت كتير عشان يفهم الدنيا ماشيه ازاي. اتكلم عن ان دي ثقافه عامه سايده، ده هيتقال عليه كذا يبقى كذا، ده هيتقال عليه كذا هيبقى كذا. هو ده الخط العريض الواضح اللي بيسير عليه نهج الإعلام الزملكاوي حاليا. عشان كده مستر إيناسيو قدم نظرية في فهم إزاي تنجح في أن أنت تكون داخل المنظومة بالشكل ده. خلصنا الكابتن خالد غندور، نروح للكابتن طارق يحيى. وطبعا هو ما كانش شغال مقدم برامج، فبالتالي كانت الأمور، حتى هو كان بيسعى أنه يكون مدير فني، فكانت الصدمات مش بشكل كبير او التصريحات مش بشكل كبير. لكن كان في تصريح او شد وجذب على اغنيه مالفها الكابتن طارق يحيى بمناسبه ان الزمالك هيفوز على الاسماعيلي. ايوه زي ما بقول لك كده، بمناسبه ان الزمالك هيفوز على الاسماعيلي عشان ياخد الدوري. وكابتن طارق يحيى كان مدير فني للنادي الاسماعيلي. نشوف الكابتن طارق يحيى وقت ما كان بيهدي الدوري للزمالك. انا ساعتك دلوقتي في مخرج وفي منتج، فاهمني؟ انا ما جبتش حد وماليش علاقه بحد، فاهمني؟ والله يخرب بيت ام الاغنيه دي اللي ودتني في داهيه وخسرتني ناس كتير قوي. لا ليه؟ وانا مش ليه؟ يعني مش ممكن، يعني مش ممكن يعني. احنا بنعمل حاجه كويسه لنادي الزمالك ملهاش علاقه بدوري ولا ليها علاقه بحاجه. ده احساس ولد جمهور النادي يا استاذ المشار، ده احساس جمهور. الجمهور بيقول مهما يروح ناس وتيجي ناس والكلام ده ملهاش علاقه. مش عايزين شخصا الامور يعني. وبعدين الكابتن احمد رفعت الدوعي، الكابتن احمد ما كانش موجود، كابتن ابو رجيل اعتذر، كابتن نبيل نصير انا عارف حالته الصحيه، كل الناس دي كلمناها، مش انا اللي كلمتها برضه. اللي كلمها التليفون قطع. هو بس في حاجه الناس دي انا عايز بس ثواني يا احمد بعد اذنك. الناس دي انا كلمتها بنفسي. يعني انا ما كنتش عايز كده. ده الزمالك كسبان دوري 12. انا ما كنتش عايز بالظبط ما احنا مش عارف. انا هو احنا مش هنطول مع الكابتن طارق يحيى كتير، لانه بالفعل يعني تحس دمه خفيف بيدع الاغنيه اللي تألفها. لكن عجبني جدا طبعا كالعاده الاعلام الاستاذ سيف زاهر وهو بيقول الخط قطع، يعني مش السكه اللي اتقفلت ولا كل ده. لكن الغريب ان الكابتن طارق يحيى بعد كده بقى بيتكلم عن الاغنيه دي اللي طبعا كان فيها الخناقه والشد والجذب ده، ان هي من افضل الاغاني اللي بتعجب طبعا رئيس نادي الزمالك. اعتقد يا كابتن طارق بسبب بس ان الفيديو دمه خفيف احنا مش هنطول معاك اكتر من كده. كابتن طارق عمل حاجه امبارح ملهاش حل. في مداخله يعني بيقول اصلا انا اتكسفت اسال اللاعب هو انت مراتك حامل ولا لا؟ ده كان السؤال اللي بس ما اتكسف ما اتكسفش يقعد ساعه يسمع شتيمه متواصله لكل الناس، معايير اخلاقيه حصريه